معانا على التليفون الكابتن ايهاب جلال، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. تحياتي ليك يا كابتن ايهاب. ازيك يا كابتن اسامه؟ وتحياتي ليك، وحشني جدا وربنا يكرمك يا حبيبي. طمنا على منتخبنا الوطني وطمنا على حراسه المرمى. طبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، اتعملت القرعه يوم 23/12، مجموعتنا قويه جدا فيها طبعا السنغال ونيجيريا وموزمبيق، الثلاث فرق حصلوا على بطوله افريقيا قبل كده للشباب، مجموعه قويه جدا. يعني نتمنى طبعا، احنا مستعدين جدا زي ما حضرتك قلت، عندنا لعيبه خامات كويسه جدا، عندنا حراس مرمى جيدين جدا، عندنا بنشتغل بشكل كبير بشكل واضح يعني بالنسبه للناس كلها، بس اهم حاجه يا كابتن اسامه ان احنا عايزين دعم من الجمهور طبعا، ان شاء الله ان هو يساند اللعيبه دي. طبعا مجموعتنا هتبقى طبعا في استاد القاهره ان شاء الله، ربنا يكرم. طبعا عاملين حساب طبعا الفرق كلها، لازم طبعا نتخطى الفرق دي كلها، وطبعا زي ما حضرتك قلت ان احنا بنلعب على البطوله على ملعبنا، يعني لازم نبص للبطوله، ما نبصش ان احنا بس نعدي او كده، انما احنا كل عينينا على البطوله. ان شاء الله هنعمل مباريات كويسه ان شاء الله، ودعم طبعا من الميديا من حضرتك طبعا بتساند بشكل كبير وبشكل واضح، كل الميديا طبعا معانا كويسين جدا ومعانا بتدعم بشكل كبير، ان شاء الله خير يعني وربنا يكرم ان شاء الله يا حبيبي. طيب طمنا على حراسه المرمى يا كابتن ايهاب. طبعا زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسامه، احنا عندنا مصطفى مخلوف من النادي الاهلي حارس مرمى جيد جدا. على فكره الولد ده انا طبعا اكتشفته طبعا من نادي الترسانه، وخدته من نادي الترسانه، وطبعا ادى معايا بشكل كبير جدا وبشكل رائع، وفي تطوير بشكل كبير جدا يا كابتن اسامه، يعني بيتطور بشكل ملحوظ جدا، يعني لعب معايا مباراه بنين، يعني كان نجم المباراه وكان من احسن واحد في الفريق واحسن واحد في الفرق كلها، انقذ حوالي اربع خمس اهداف محققه، هو اللي خلانا نتعادل نتعادل في المباراه. يعني انا شايف ان هو يعني ليه مستقبل كبير، ومستقبل كمان حراسه المرمى في النادي الاهلي. ما شاء الله جسمانيا كويس جدا، بدنيا كويس جدا، فنيا رائع جدا، بيتطور بشكل ملحوظ جدا، وانا مبسوط جدا ان انا كان ليا الصفق ان انا اخذته من نادي الترسانه، والحمد لله بحمد ربنا على ان الواحد اما بيختار حد يعني بيبقى فيه رنق ان هو يبقى حاجه كويسه، وده الحمد لله يعني رب العالمين. عندي احمد نادر طبعا لاعب نادي الزمالك السابق وبيلعب دلوقتي في البرتغال، حارس مرمى جيد جدا، معايا كريم نبيل من فاركو، معايا خليفه خليفه من بتروجيت، حراس مرمى جيدين جدا، معايا نفاد برضه من نادي الزمالك، انما انا بشوف طبعا ان شاء الله هيبقى في ثلاث حراس هم اللي هيكونوا مقيدين في البطوله، ان شاء الله طبعا هنختار الافضل، وطبعا مش هنظلم حد ومفيش حد هيتظلم ان شاء الله، اللي هيأدي واللي هيكون موجود هو اللي هيمثل منتخب مصر، لان زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه مجموعه صعبه جدا حقيقة. مجموعه قويه جدا، ولازم نختار احسن ناس يمثلوا المنتخب في الفتره الموجوده فيها ان شاء الله. المجموعه الصعبه دي يا كابتن ايهاب كان اول يعني تصريح من الكابتن محمود جابر، قال رغم صعوبة المجموعة لكن عندي ثقة إن شاء الله في الله ثم في اللاعبين وأيضا في الجماهير المصرية اللي هتكون إن شاء الله موجودة بتدعمنا وبتساندنا دايما. مظبوط يا كابتن أسامة، مجموعة صعبة جدا، وأنا برضو يعني أنا لما جت القرعة يا كابتن أسامة أنا ما تخوفتش من المجموعة، لأن أنت عارف المصريين وعارف اللعيبة المصرية لما بيتحطوا تحت ضغط وتحت فرق قوية جدا بيحاول طبعا بيطلعوا كل اللي عندهم، غير لما تلعب فرقه ضعيفه او فرقه اقل منك شويه، انت اللعيب المصري انت عارفه بينزل مستهتر شويه او عامل للفرقه مش عامل لها حساب، انما تلعب مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق بتبقى في قمه لياقتك وفي قمه تركيزك، وده اللي مساعدنا ان احنا مش متخوفين من المجموعه بصراحه يعني. والحاجه الكويسه كابتن اسامه ان احنا لو ان شاء الله هنعدي المجموعه ديت المجموعات فرص الصعود تاني. حقيقه وفرص الصعود كويسه من كل مجموعه فرقتين، وعندك احسن توالد فرقتين كمان، ففرص مصر للصعود ان شاء الله كبيره جدا. شايف قرار اتحاد الكره ازاي يا كابتن ايهاب؟ قرار محترم النهارده، يعني منذ قليل تم الاعلان عن خطه ومباريات وديه دوليه واعداد على اعلى مستوى المنتخب الشباب قبل انطلاق البطوله. طبعا طبعا ده بنشكر طبعا اتحاد الكره، وده
حاجه كويسه. احنا لعبنا طبعا مباراتين بنين، ولعبنا منتخب غانا غانا المحليين. للمحليين، عملنا مباراه كويسه جدا جدا جدا. يعني ما كانش فيه توفيق ان احنا نكسب، انما خسرنا 2-0، انما الاولاد عملوا مباراه رائعه جدا، وده كان المهم بالنسبه لنا، ان احنا نقف على مستوى اللاعبين حقيقة. ومستوى لياقه اللعيبه اللي هي الافارقه، لان احنا بقى لنا كتير جدا ما كناش بنلعب الافارقه اللي هم القاره السمراء يعني، وده مهم جدا. واحنا يعني مرتاحين جدا كجهاز فني ان احنا قدرنا نشوف اللعيبه دي يقدروا يتواكبوا مع الفرق الافريقيه، وده كان مهم جدا. وبنشكر اتحاد الكره، لان الفتره اللي جايه هنعمل معسكر من يوم 22 ان شاء الله واحد الى البطوله، فهيتخللنا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه مباريات افريقيه كتير، وده مهم جدا، لان لازم نقف على مستوى اللعيبه. واحنا عندنا مثلا حوالي 35 لعيب، لازم هيكون فيهم 18 لعيب وثلاث حراس مرمى، أكيد. فلازم الاختيار يكون بدقه كبيره جدا، وبدقه يعني ما فيهاش هفوه، يعني زي ما حضرتك بتقول يعني. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن ايهاب في اختيار افضل العناصر، وكل التوفيق ان شاء الله في البطوله، دايما وراكم. ومنتخب مصر الشباب بيضم عناصر مميزة، لكن يتبقى التوفيق. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق.